تعهدت مع الجزائر هو عنوان فيديو كليب جديد أطلقه مجموعة من الفنانين الجزائريين. وشهد النادي الثقافي عيسى مسعودي بالإذاعة الوطنية تسجيله في أغنية جماعية ضمت كوكبة من حوالي 40 شخصية، على رأسهم الشاب خالد والممثلون الذين وضعوا أصواتهم ككورال، بينهم الممثل حسن بن زراري. وضم الكليب من الوجوه الرياضية اللاعب الدولي السابق الأخضر بلومي، كتب كلمات هذا العمل الذي نشر على موقع اليوتيوب، ولحنه أيضا الفنان المغترب حسين الأصنامي، وقام بإخراجه جعفر قاسم.